زوجي الغالي محمود، الظلم ظلمات ونار بتاكل في الإنسان من جواه، وإنت ظلمتني، ويمكن أكون أنا ظلمتك من غير قصد، لكن أنا مش قادر استحمل الحياة بالشكل ده. الطلاق صعب، وخصوصا وجوازنا لسه في بدايته، لكن الحياة معاك أصعب. أرجوك فكر في حل، وأنا واثقة أنك مش هتقبل تكون ظالم. زوجي الغالي، أنا محتاجة أبعد عنك شوية، أرجوك احترم رغبتي. أنا عند ماما في المعادي، وهفضل عندها الفترة عشان أراعيها. كتبت الورقة دي وحطيتها على ترابيزة السفرة عشان محمود يشوفها لما يرجع من الشغل، ولميت شنطة هدومي وخرجت من البيت. وعند باب الشقة لقيت محمود رجع من الشغل، وأول ما شافني وقف مكانه برق وقال: شروق، أنت رايحة فين؟ وإيه الشنطة دي؟ شاورت على الورقة اللي على السفرة وحاولت أخرج، لكن محمود منعني وقال لي: اتكلمي معايا هنا وقوليلي في إيه بالظبط. رديت عليه بكل قوة وقلت له: في إني مش قادرة، خلاص مش قادرة استحمل أكتر من كده، أنا لازم أمشي من البيت قبل ما يجرالي حاجة. طبطب عليا محمود وقال لي: أرجوك يا شروق، أرجوك يدخلي البيت واستعيني بالله واستغفري وتعالي نتفاهم جوه. سمعت كلامه ودخلت البيت وقفلنا الباب، وقعدت في الصالون وبصيت ناحيته ولقيته بيقولي بكل هدوء: أرجوك يا شروق اسمعيني وحاولي تفهمي موقفي، ولازم تعرفي إن مفيش حاجة في إيدي. قطعت كلامه وقلت له: أرجوك أنت يا محمود اسمع مني أنا الأول قبل ما تقولي أي حاجة. أنا عارفة إنك شاب محترم ومتدين وملتزم، عارفة إنك إنسان على خلق وبر بأهلك وكل بنت في الدنيا تتمناك، وعارفة كمان سمعتك وسط الناس، وإن عمرك ما تقبل تعمل حاجة حرام. حاول يقطعني ويتكلم، لكن شاورت بكل عناد وقلت له: أنا كمان يا محمود على فكرة بنت ناس، ومحترمة جدا وملتزمة دينيا وأخلاقيا، والحمد لله الناس كلها بتشهد لي بكده. طول عمري محافظة على نفسي للراجل اللي هيستحقني، واللي يكون كفء ليا ويكون راجل وقادر يتحمل المسؤولية، من أيام الجامعة وحتى من قبلها ومن أيام الثانوي. ياما كان في شباب كتير جدا بيحاولوا بس يتكلموا معايا، بس أنا كنت برفض عشان أحافظ على نفسي وحافظ على عرضي وكرامتي للراجل الوحيد اللي يستحق مشاعري في الحلال. كتير حاولوا يتقدموا لي للخطوبة، لكن أنا رفضتهم عشان فيهم اللي مش بيصلي واللي بيشرب سجاير واللي ما عندوش مشكلة إن مراته تكون بتلبس ضيق. طول عمري حاسة إني أميرة عايشة ببيت أهلي، وحاسة إن ليا قيمة حقيقية كبيرة، وده حقي على فكرة. أنا ولله الحمد جميلة ومتعلمة وخريجة جامعة من كليات القمة، وقدرت بمجهود أشتغل في واحدة من أكبر الشركات، لحد ما جيت أنت يا محمود وتقدمت عشان تتجوزني. عريس ابن ناس ومحترم ودخل البيت من الباب، وقعدت معاك وحسيت ناحيتك بالقبول، وعملت بحث وسألنا عنك كتير. دخلت البيت من الباب تطلب إيدي على سنة الله ورسوله وتطلب تتجوزني، وده في حد ذاته اعتراف منك بالقبول ناحيتي وبرغبتك إنك تتجوزني، تتجوزني أنا وأكون شريكة حياتك. قعدت معايا مرة واثنين وتلاتة واتخطبنا، وفتحت لك قلبي ومشاعري، وقربت منك وبنيت معاك البيت طوبة طوبة وركن ركن، واتجوزنا من شهر واحد بس. شهر واحد بس قدرت تهد فيه كل حاجة حلوة فيا، وقلبت فرحة حياتي تعاسة وحزن وألم. وده مش النهاردة بس، ده من يوم الدخلة، فاكر ولا فكرك؟ دخلت الشقة بالفستان الأبيض مكسوفة زي أي عروسة، ومستنية عريسي وجوزي وحبيبي يقول لي كلمة حلوة يعكسني يحتويني ويطمني، ونبدأ أحلى لحظات عمرنا. لكن لقيتك بتتجاهلني وتسيبني أغير هدومي لوحدي وتهرب من الكلام معايا، وأسألك في إيه يا حبيبي؟ ترد وتقول: الفرح كان زحمة وعندي صداع، تعالي نتفرج على التلفزيون. وتاني يوم اللي هو الصباحية تهرب تاني وتقول: تعالي نقضي يومين في اسكندرية، وعمال تتهرب مني. في الأول قلت عريس ومكسوف ومحرج، هو لسه ما خدناش على بعض، وقلت عادي بيحصل كتير، استحملي يا شروق واصبري، يا شروق بكرة يتصلح. لكن أنا سمعتك امبارح وعرفت السبب. أيوة يا محمود، أنا سمعتك امبارح وانت بتعيط في التليفون وبتكلمها،
قمت قبل الفجر من النوم عطشانة ودخلت المطبخ وشفتك واقف في البلكونة وبتتكلم في التليفون، وسمعتك وانت بتكلمها بتكلمها وبتعيط وبتقول لها أنا بحبك ومش قادر أعيش من غيرك، وفضلت تترجها تقابلك وتوافق تكمل كلامها معاك. قبل الفجر كنت بتعمل فيا أنا كده، اسمها مها مش كده؟ أول ما سمع اسمها برقت عيونه وظهر على وشه الصدمة، ولقيته بيقول لي أرجوك يا شروق خليني أشرح لك وأفهمك كل حاجة قبل ما تكملي كلامك. قلت له ليه يا محمود تخني؟ نفسي أفهم، هموت وأعرف أنت تعرفها من إمتى وليه اتجوزتني، أرجوك فهمني. صرخ فيا محمود وقال أنا قبل ما أخونك أنا خنتها هي، ما هدي حب حياتي الوحيد، كنت بفحط في الصخر عشان أقدر أتجوزها وأتقدم لها رسمي. أنا معرفتش معنى كلمة حب إلا على أيديها وقدام عينيها. أنا عارف إني ظلمتك لما تقدمت عشان أتجوزك، وأنا عارف إنها مش أحلى منك، لكن الموضوع مش بالجمال أبداً. الحقيقة أنا مش قادر أشوف غيرها ولا قادر أتصور حياتي من غيرها. صدقيني يا شروق أنا حاولت أنساها، حاولت كتير لكن ما قدرتش ومش قادر ولا عايز. صرخت فيا وقالت طيب وأنا ذنبي إيه وما روحتش تتجوزها هي ليه؟ وليه تتقدم لي من الأساس؟ والأهم ليه ما كنت صريح معايا من البداية؟ رد عليا وقال أنت مالكيش ذنب وأنا كمان ماليش ذنب، أنا تقدمت لها وأهلها رفضوني مرة عشان ظروفي، ومرة عشان الشقة، ومرة عشان الشغل، ومرة رابعة وخمسة وستة، وفي كل مرة بستحمل عشانها وبستحمل إهانات أبوها وأخوها وبتحمل كلام جارح ومهين من أهلي، لكن بعد ما اترفضت للمرة الأخيرة ما قدرتش أستحمل أكتر من كده ودخلت في مود خنقة واكتئاب، وخصوصا لما عرفت إنها اتخطبت وماما صممت إن أنا أتجوز، وفضلت فترة طويلة كل ما أشوف بنت أرفضها لحد ما شفتك أنتي. مفيش فيكي غلطة وما قدرتش أقول عنك حاجة واحدة، كنتي أجمل حاجة وأفضل حاجة، وحاولت أكون غلس أو دم تقيل لكن أنتي وافقتي عليا وحصلت الخطوبة بسرعة والجواز أسرع، وما قدرتش أقول حاجة لكن والله يا شروق أنا حاولت أنساها بيكي وحاولت أقرب منك، لكن كل ما كنت بقرب منك كنت بحس إني بخونها ومش شايف غيرها وخاف أقرب منك أنطق اسمها بدل اسمك. صرخت فيه وقلت بصوت عالي أنت كلمتها امبارح يا محمود في التليفون وما كنتش بتحاول تنساها زي ما بتقول، وأنا سمعتك بتتكلم. وقف محمود وقلب انفعال أيوة كلمتها، وأيوة ضعفت وبكيت وتزللت ومسحت بكرامتي الأرض في التليفون وأنا بتحايل عليها نرجع لبعض، وهي رفضت وقالت إن إحنا لازم ننسى أي مشاعر كانت في يوم بينا، لكن عارفة يا شروق كان لازم ده يحصل عشان أكره نفسي وأكره ضعفي قدامها وكل ذكرى جمعتني بيها. أنا بعترف قدامك إني لسه بحبها، لكن خلاص مش عايز أعيش مربوط بيها وأرفض نعمة ربنا عليا لما أقربني بزوجة صالحة زيك، مصمم أفتح معاكي صفحة جديدة وحياة جديدة وأنسى فيها كل القديم. عارف إني ظلمتك، ظلمت نفسي، ويمكن أكون ظلمتها معايا بسبب مشاعري، لكن أرجوك يا شروق خليكي جنبي، حاولي تساعديني أتخلص من مشاعري، وأنا والله ندمان وعايز أعيش معاكي وأساعدك وأكون الزوج المناسب اللي يليق بيكي. كملت كلامي وقلت كذب زي ما كذبت عليا قبل كده، انت فاكر انك بالكلمتين دول؟ قطع كلامي وقال وهو بيطلع من جيب ورقة مش بكذب والله، دي ورقة فيها طلب اجازة وده حجز في فندق في الغردقة لمدة 4 ايام، كنت راجع النهاردة مصمم ابدأ معاكي حياتي من جديد واعترف لك ان كنت ظالم ليكي في يوم من الايام وتقدري تشوفي بنفسك. فتحت الورقة اللي كان كاتبها ولقيت فيها مكتوب حبيبتي ومراتي شروق، كل ذرة وكل خلية في جسمي عارفة اني غلطان واني عمري ما كنت الزوج اللي يليق بيكي، ولذلك بطلب منك بس فرصة واحدة يمكن اقدر اكون جدير بيكي، مع كامل حبي وتقديري محمود. رفعت عيني ولقيت محمود بيقول طبعا ما كنتش ممكن اكتب اللي في الكارت ده الا لو كان دي الحقيقة، وافتكرت اني بالرحلة دي ونيتي الصادقة وإصرار إني أبدأ معاكي حياتي من جديد إنك هتسامحيني وعفى الله عما سلف. قلت لمحمود
أنا مش قادرة أسامحك ولا قادرة أغفر كذبك عليا. رد وقال: أنا عايز فرصة واحدة بس أثبت لك صدق كل كلمة من كلامي، وأنا مش إنسان وحش ولا خاين زي ما أنت متخيلة. أنا بس مريض بالحب وبحاول أتعافى بحبك. قرب محمود مني وحضني لأول مرة وبسني في جبيني وقال لي: أرجوك يا شروق، أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيك. أنت الوحيدة المميزة اللي تقدري تساعديني بعد ما عرفتي الحقيقة كاملة عني. طبطبت عليه وفكرت، وفعلا قررت أديله فرصة. عارفة أن في بنات كتير من اللي هيسمعوا حكايتي هيرفضوا قراري، وممكن يكونوا ضدي وهيفتكروا أني براهن رهان خسران، لكن أحب أطمنكم وأقول لكم أني فعلا كسبت الرهان، ودلوقتي عايشة مع محمود أجمل أيام حياتي، والحمد لله عندي منه بنت وولد، وقدرت بالحب والرعاية أمسح من قلب محمود حبيبته الأولى.